الإيجابيات، خطوة سريعة لا تستغرق وقت أكثر من 7 إلى 10 أيام، لا تحتاج إلى أموال طائلة لتعدد الطرق ومرونة العمل. 3، إمكانية بناء المزيد من الإسالة ومعامل إنتاج مع الار او والحفاظ على ثبات السعر، تعتبر حل سريع مؤقت ناجح للاستقرار. 5، إمكانية نقل كميات كبيرة من الماء عبر الأنابيب والسيارات الحوضية إلى أماكن أخرى يصعب فيها توفير الماء الصالح للشرب أو تغطية العجز الحاصل. 6، يمكن عمل مشاريع تصفية مختلفة لتغطية حاجة البصرة من الماء الصالح للشرب. 7، الاحتفاظ بمشاريع مقامة أصلا في شمال البصرة وتوسعتها مستقبلا. زيادة الإطلاقات المائية للقناة الأروائية الموجودة شرق البصرة والممتدة من منطقة كتيبان وحتى الشلامشة الحدودية، والتي سنستخدمها كقناة بديلة عن شط العرب. 9، يعتبر أفضل الحلول هذا الحل وأكثر أهمية من الأهوسة والسدود المقترحة بمناطق أخرى. 10، شط العرب حاليا غير صالح بيئيا وصحيا كمياه إسالة بسبب تلوثه بمياه المجاري والملوثات الأخرى، والتي تتطلب أموال ووقت لحين استكمال عدة مشاريع جانبية ساندة. 11، فاعلية عمل كهرباء النجيبية بعد توقفها بدون أي تغيرات. 12، فاعلية مشروع حقن الماء وإرواء الجانب الغربي من المحافظة. 13، إمكانية توسعة وتفعيل الإسالة في الأكاديمية البحرية وجعلها تغطي المناطق القريبة منها مثل 5 ميل وحي طارق. النقطة 14، سيجعل شمال البصرة كخزين للمياه العذبة وإنعاش الأهواء بعدم الحاجة إلى بزل كونها مرتبطة بشط البصرة. النقطة 15، مرونة إنشاء محطات تصفية على طول وجانبي شط العرب للمناطق التي تقع جنوب المعقل. 16، عدم تضرر الخط الملاحي البحري لجميع الموانئ والمنشآت البحرية العاملة.